بعلي بن الحسين بعلي
لعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 ثم تسأل حاجتك فإنها تقضى إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم شافي كل مريض لا سيما من دعونا لأجلهم، اللهم شافهم بشفائك وعافهم من بلائك، اللهم فك كل أسير لا سيما أسرار المظلومين في سجون الظالمين وأسير القرية، اللهم رد كل غريب لا سيما غريب القرية، اللهم انصرنا على من ظلمنا وارحم موتانا وشهداءنا إنك على كل شيء قدير، وصل يا